فيها حاجة جديدة ومختلفة بنحاول نقولها لحضراتكم دايما. النهاردة الترند هيكون على كهربا، محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي وأحد اللاعبين المميزين جدا واللي بننتظر عودتهم فارغ الصبر، لأنه هيكون إضافة قوية طبعا لمستر فايلر وللفريق ككل في الفترة اللي جاية، وتحديدا كمان في بطولة دوري أبطال أفريقيا. حتة محمود عبد المنعم كهربا أنا عايز أتكلم في الجانب اللي بيتعلق بمدة غياب اللاعب وإيقافه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بعد العقوبة اللي وقعت عليه بعد مباراة السوبر أمام نادي الزمالك اللي أقيمت في الإمارات. الأهلي قدم التماس، ودي كانت تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ بالأمس. مش ده الجديد، الجديد إيه بقى؟ الجديد إن اتحاد الكرة دلوقتي عنده اتجاهين، بيفكر في حاجتين. الحاجة الأولى إن هو يخفف العقوبة عن كهربا. عايز افكر حضراتكم برضه، هو اللاعب كان موقوف لنهايه الموسم، بعد كده العقوبه اتخففت بقت ايه 10 مباريات. الاهلي قدم التماس كمان طبقا لتصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ بالامس، فالالتماس ده هيتم دراسته. الاتجاه الاولاني ان هم يخففوا العقوبه، ده تفكير رقم واحد او بيفكروا فيه يعني دون اولويه للاتجاهين، يعني مفيش اتجاه ليه اولويه عن الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني اللي هو ايه، وناس يعني اصوات في اتحاد الكره بتتكلم في الحته دي، بيقول لك ما خلاص بقى يا عم الاهلي كده كده ايه خد الدوري وضمن بطوله الدوري، فمش مهم، خلي اللاعب يتوقف 10 ماتشات، هو ناقص منهم 8 ماتشات تقريبا بعد ما غاب عن مباراه سموحه اللي قبل كورونا ومباراه الامس امام انبي، فخلاص الاهلي كده كده الدنيا سهله بالنسبه له، فمش شرط ان احنا نرفع الايقاف. اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه ايه، ده اللي هنشوفه من خلال المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم. لكن دول الاتجاهين اللي بيفكروا فيهم في الاتحاد بخصوص عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي. لكن أنا في الحقيقة مستغرب من الاتجاه الثاني تحديد، هل ده تفكير احترافي أو بلاش تفكير احترافي، هل دي دراسة بتكون وفية عشان تاخد قرار اللي هي بتكون بناء على إن أنت شايف إن الأهلي فارق بعدد من النقاط في بطولة الدوري وفارق بشكل مريح، فبالتالي ما تاخدش قرار ممكن يفرق مع الفريق ومع اللاعب نفسه، وخصوصا بعد غياب فترة كبيرة جدا اللاعب ما بيلعبش زيه زي بقية اللاعبين، هو كان موقوف وكمان فترة كورونا، وانت عايز تمدد الإيقاف كمان أو تخليه زي ما هو العشر ماتشات يكملوا بعد ما انقضى منهم مباريتين، ده تفكير مش إيجابي في الحقيقة. نتمنى ان احنا نبص على مصلحة اللاعبين كأولوية، مش بتكلم بقى يعني على لاعب بعينه أو حاجة، بص على مصلحة اللاعبين. اللاعبين بقالهم فترة ما بيمارسوش كرة القدم، فبالتالي خلاص في فترة من العقوبة انقضت بالنسبة للاعب، فانت شوف مصلحة اللاعب هتكون ايه، وكمان مصلحة نادي بيشارك في البطولة الافريقية اللي اكيد هي مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي، واكيد من خلالها يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يفوز وياخد البطولة ويرفع اسم مصر عاليا كما هو المعتاد من قبل النادي الاهلي. فبالتالي هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية بخصوص قصة محمود عبد المنعم كهربا، وده كان الجديد في القصة دي، لأن ناس كتير جدا في الحياة بيتواصلوا معنا وبيسألونا عن الجزئية دي تحديدا، وإحنا قلنا لكم كل الجديد.